محافظة مهرجان جميل الدولي في طبعتها 14 بتنظيم اليوم الندوة الصحفية الثانية لليوم الثاني. معنا اليوم نجم أغنية الراي الشاب بلال صغير، رحبوا بك. زملاء وزملات الصحفية مرحبا بكم. مهرجان جميل الدولي طبعته هذه شعارها التميز والإبداع، وبأن بما أن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الراعي الأول لهذا المهرجان، وبما أنه أقر أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، ارتأيني في هذه الندوة وفي اليوم الثاني أن تكون بعض أسئلة باللغة الأمازيغية مع ترجمتها للزملاء الصحفيين الحاضرين. تفضلوا لي حبيت تفضل بالكيس. بلال تفضل خويا، شو عندك كلمة؟ السلام عليكم. أولا قبل كل شيء شرف لنا كبير اللي رانا معكم، ومرحبا بينا عندكم في الصيف. فوالا، واللي عنده شي سؤال ولا مرحبا. بلال، مشاركة كذي في مهرجان المشاركة الثانية؟ المشاركة الثانية تاعي، المشاركة الثانية تاعي في الطبعة هذه. كيفاه؟ والله جميلة. والله شبه هي كيما نقول لك من البداية كانت ديجا، احنا من نزلنا من الطيارة لابيرف قلت لها الحمد لله صافا، قلت لها راهي مليحة باسكو كانت لاكي، كانت لورغانيزاسيون، كانت هي صافي بليزير فوالا.